ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله عن بعض السلف أنه قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. كل منا يريد أن يكون قويا، ولو قال قائل مثل هذا التوكل الذي نعرف فضله كيف يتحصل عليه؟ كيف نصل إلى أن نكون أقوياء؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين قال بأمور. الأمر الثالث تجريد توحيد التوكل في القلب. يقول: فإذا صح توحيد التوكل فإن كان في القلب بعض الشركيات صار هذا التوكل مدخولا ليس بصافي. فيقول: تجريده، فكلما حققت وصححت توحيدك كلما عظم توكلك بالله عز وجل. وذلك لأن القلب إذا التفت إلى غير الله شعبة من القلب تلتفت إلى غير الله فينقص توكله بحسب ذلك الالتفات لما انتقص هذه الشعبة من قلبه.